بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دلوقتي احنا هنبدأ في ليكتشر 4، آخر ليكتشر في الريسيرش. هنتكلم ببساطة خالص، هو صغير برضو، فيديو صغير عن الجرافس بتاعت الكوانتيتيف داتا. آخر فيديو اللي هو التالت اتكلمنا على الجرافس الخاصة بالكواليتيتيف اللي احنا قلنا اللي ليها شكلين، الباي شارت والبار. دي كان آخر حاجة قلناها في الفيديو الثالث. هنبدأ الفيديو الرابع ان شاء الله. عندنا الجرافس ليها 5 اشكال، هم لهم علاقة ببعض، هنوضحها دلوقتي: هيستوجرام وفريكوينسي بوليجون وفريكوينسي كيرف، لاين جرافس وسكاتر دايجرام. اول حاجة الهيستوجرام ده، الاثنين اللي بعده بيشتقوا منه، يعني الفريكوينسي بوليجون والفريكوينسي كيرف بيشتقوا من الهيستوجرام زي ما هنشوف. اول حاجة الهيستوجرام. الهيستوجرام ده زي البار تشارت، اللي هو عبارة عن أعمدة زي ما احنا شايفين كده، هي رأسية، بس في فرقين مهمين جدا ما بينهم. أول فرق إن زي ما احنا شايفين مفيش مسافات، يعني ده الكوانتيتيف بيكونوا الأعمدة لازقين في بعض، جنب بعض على طول، على عكس الكواليتيتيف اللي هو ده في سبيس ما بين كل واحدة وواحدة. دي كانت ميزة في الكواليتيتيف بار تشارت، لكن الهيستوجرام الخاص بالكوانتيتيف ما فيهوش مسافات. تاني حاجة ان هما ملزقين في بعض، مجموعهم بيساوي 100% من الـ variables، يعني على عكس الـ برضو على عكس البار تشارت الخاص بالكواليتيتيف. في الكواليتيتيف كان المجموع ممكن يعدي 100%، زي ما لو افتكرته المثال بتاع لو انت رحت مطعم وقالوا لك انت سمعت عنه فين ومش عارف ايه، فانت ممكن تختار اكتر من راي، او مثال الدواء اللي هو انت ليه ماشي على الدواء بتاعنا، هل مثلا الوسيله اللي انت بتاخده بيها اللي هو اورال مثلا عاجباك، ما فيش سايد افكتس او كده، فممكن اختار اكتر من حاجه. ده في الكواليتيتيف. لكن الكوانتيتيف بيبقى كل فاريبل ممثل يعني ايه بنقطه واحده، مش بتختار اكتر من حاجه، فلذلك مجموعهم كلهم بيبقى 100%. او سيميلر تو البار تشارت، الفرق ما بينهم ان ده سايد باي سايد. تاني كان في سيديس والبار لينس بيريبريزنت الفريكونسي، زي هناك اللي هو كل ما العمود طوله يزيد معناه ان الفريكونسي او عدد مثلا يعني المرضى كتر في الكاتيجوري دي او في الفاريبل ده، مثلا السن، الوزن، مرض معين او كده. ده بالنسبه للهيستوجرام، تمام. اهو برضو الفرق هنا، ده البار كواليتيتيف في سبيسز، يعني الحتة دي مهمة جدا، والكوانتيتيف مفيش سبيس، كله في بعضه ومجموعه بيساوي 100% من الاحتمالات. ايه اللي كان مجموعه تاني بيساوي 100%؟ في الكواليتيتيف الباي تشارت اللي هي الدايرة اللي كنا بنقسمها أجزاء، كانت برضه مجموعها لازم يكون 100%، ودي كانت الحاجة اللي بتفرقها عن البار جراف، تمام؟ عندنا الفريكونسي بوليجون والفريكونسي كيرف، احنا قلنا ان دول مشتقين من الهيستوجرام. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده الكوانتيتيف، كوانتيتيف جرافس. بجيب ازاي البوليجون او الكيرف؟ انا بيبقى عندي ده اللي هو الهيستوجرام عادي، باجي في كل عمود من الاعمده ديت اخد نقطه في النص، في القمه، في اعلى حته، نقطه في النص، نقطه في النص، نقطه في النص، وهكذا، تمام، في كله، واقوم موصلهم ببعض واشوف ايه اللي هيطلع لي شكل في الاخر. ممكن يطلع لي حاجه سموث، سموث يعني كده مثلا، ده معناه ان هو كيرف، تمام، فهيبقى اللي هو فريكوينسي كيرف. وممكن الاقيها كده مكسره كده، يعني بصوا اهو، ففي الحاله دي تبقى بوليجون، بوليجون اللي هو متعدد الاركان، تمام. فاحنا شايفين ده بوليجون اهو، يعني كله حتت مستقيمه منعزل عن بعضها، لكن ده سموث كده ماشي مع نفسه، مش لازم سموث بالظبط، بس مش شرط، تمام، ما تعرفش تحدده بشرط. زي ما احنا شايفين اهو، بناخد النقط في النص، في نص كل قمه بناخد النقطه ونوصلهم ببعض. ده بالنسبه لايه؟ للفريكونسي بوليجون والفريكونسي كيرف. وقلنا الهيستوجرام كده 3 من 5، فاضل حاجتين، حاجه اسمها اللاين جراف، ده مش مشتق من الهيستوجرام، ده حاجه تانية خالص. ده بيجي عندي مجموعه من العيانين كمثال، يعني مثلا بمرض معين، وليكن زي المثال اللي هنا الملاريا، انا عايز اشوف الملاريا البيشنتس الفريكوينسي بتاعهم او عددهم بيزيد في اي فتره. فانا ممكن يعني اجي في شهر من يوم 1 ليوم 30 احسب كل يوم جالي كام عيان عنده ملاريا، بحيث اشوف الفريكوينسي بيزيد في اي وقت في الشهر مثلا. مثال تاني ممكن يوضح اكتر، لو انا بيجي لي عيانين مصابين بالبرد، فانا عايز اشوف مثلا البرد اكتر في اي فصل، شتاء، صيف، ربيع، خريف او كده. فانا هعمل المده تحت اللي هو مثلا شتاء، صيف، ربيع، خريف كده، وهبدا اشوف جالي في الشتاء كام عيان عنده برد، جالي في الصيف كام عيان عنده برد، وهكذا، واشوف اكتر فريكوانسي موجوده، بعمل نقط طبعا وبوصلها ببعض. يعني انا لو بتكلم في الفصول هيبقى عندي 4 نقط، هنا بيتكلم في ايام، في حاله 20 يوم 20 نقطه، وموصلهم ببعض. واللاين جراف ده ملوش علاقه
بالبوليجونال الكيرف، عشان هو يعتبر شبهه شويه، بس ده حاجه وده حاجه. البوليجونال كيرف ده او الفريكونسي بوليجون، فريكونسي بوليجون ده مشتق من الهيستوجرام، لكن اللاين جراف ده حاجه تانية خالص. ده جراف بيمثل الكوانتيتيف بطريقه تانية. وعندنا معلومه عنه فوق، اللي هو اللاين جراف بارتيكولارلي يوزد فور نيوميريكال داتا، يعني المعلومات الرقميه بيستخدم اكتر في المعلومات الرقميه. او يعني حاجه في خلال الوقت بتحصل، عايز اشوف الفريكونسي بتاعها بيزداد امتى وبيقل امتى وهكذا، زي الامراض يعني. ودي اخر حاجه رقم 5 عندنا، حاجه اسمها سكاتر دياجرام. ايه الفرق بين سكاتر دياجرام والحاجات اللي قبله؟ السكاتر دياجرام ده بيمثل اكتر من فاريبل. اللي فاتوا كان فاريبل واحد، يعني هنا مثلا عدد المصابين بالملاريا ده الفاريبل بتاعي في اللاين جراف. برضه في الهيستوجرام انا بمثل تغير واحد، واللي هو الايدج، بشوف عدد الاشخاص بالنسبه للايدج، وهكذا في الفريكونسي بوليجون والكيرف. برضو هنا مثال للايدج، عشان اسف علشان انا مشتقهم اصلا من الهيستوجرام، فهم نفس الفاريبل تمام. لكن السكاتر ده بقى انا بشوف اتنين فاريبلز مع بعض، وليكن هنا عندنا الويت والهايت، فبمثلهم بالناس اللي بتجيل يعني المرضى، بشوف التغير في الويت والهايت، فهو ممكن يطلع بالشكل ده اللي هو مبعتر، فاسمه سكاتر دياجرام. يبقى هو بيشوف العلاقة بين اتنين متغيرين بس مرتبطين ببعض، يعني الوزن والطول. العلاقة ديت ممكن ليها 3 احتمالات، يا اما احتمال ان هي تكون بوزيتيف كوريليشن، يعني تناسب طردي، يعني ده بيزيد ده بيزيد، غالبا مثلا الطول لما بيزيد غالبا الوزن بيزيد، غالبا مش لازم دايما. وممكن تكون علاقة عكسية، زي ايه مثلا؟ زي معلومة الدكتورة ذكرتها بس أعتقد يعني لسه ما خدناش تفاصيلها، إن كل ما الكوليسترول يزيد الكيدني فانكشن بتتأثر فبتقل، فاحنا هتبقى علاقة عكسية، كل ما الكوليسترول يزيد الكيدني فانكشن تقل، ده اللي هو النيجاتيف كوريليشن، علاقة عكسية. وفي ما فيش كوريليشن ما بينهم أصلا، يعني ما يعني ما فيش حاجة تربطهم ببعض، فدي بتبقى سكاتر كده، ما فيش يعني خط واحد تعرف تعمله زي دي منتظمة شوية، مش منتظمة تماما بس منتظمة شوية تمام. حاجات زي كده بقى ممكن تيجي عليها اسئله ام سي كيو او ترو فولس، ده مثلا يجيب لك ده ويقول لك هل ده نيجاتيف او ده نيجاتيف اصلا، فانت تقول له فولس ده بوزيتيف هكذا يعني. اخر حاجه بقى ديت اللي اتكلمنا عليها في اول المحاضره، اللي هي النورمال ديستريبيوشن كيرف، وقلت ان انا هقولها في الاخر عشان هي مرتبطه بالكوانتيتيف او باخر جزء في المحاضره. ايه النورمال ديستريبيوشن كيرف؟ ده جزء من او نوع من الهيستوجرام. نورمال ديستريبيوشن كيرف ده ليه عدة مميزات أو خصائص، يعني أنا برسم الأول الهيستوجرام، وبعد كده لو هو طلع على هيئة اللي هو النورمال ديستريبيوشن كيرف، اللي هو مثلا باخد النقط نقط معينة وبوصلها ببعض، فبلاحظ عندي إن خط المنتصف يعني رتبت الأرقام تمام، خط المنتصف اللي هو المفروض القيمة اللي في النص اللي هي الميديان هتكون مساوية للأفريج اللي هو المين، بتساوي المود اكتر قيمه قررت. هو يعني هو ليه كاركترز معينه بتظهر فيه، يعني لو جاب لي مثلا نورمال ديستريبيوشن كيرف واداني المين وطلب الميديان او طلب المود، فهما هيكون نفس القيمه، يعني اكتر قيمه بتتكرر هي القيمه المتوسطه، هي القيمه اللي في النص لو انا رتبتهم من الصغير للكبير. تاني ميزه فيه ان هو سيمتريكال، احنا اولا متفقين ان ده هيستوجرام، يبقى مساحته كام؟ هو أعمدة كانت متصلة ببعضها تبقى مساحتها 100%، يعني من أول النقطة الأولانية لغاية آخر نقطة مجموعهم 100%. فالقيمة اللي في النص اللي هي الميديان، عايز أعيد الحتة دي عشان مهمة، الميديان أو المين أو المود، لو أنا خدت خط كده قسمتها هلاقي نص اليمين بيساوي نص الشمال، كل واحد فيهم 50% تمام. هنرجع بقى، هو برضو من خصائصه اللي هو شبه الجرس، بيل شيبت، هو اسمه بيل شيبت تمام. هنرجع تاني للخصائص ديت ونفسر فيها شوية، بس هنقول حاجة بقى، ان هنتكلم على السنترال تندنسي. احنا كان عندنا السنترال تندنسي دي اللي هي المين والميديان والمود وكده، مش اسف مش هنتكلم على ديت، هنتكلم على الميجر اوف ديسبيرشن. ميجر اوف ديسبيرشن اللي احنا كنا بنشوف منه دقة السنترال تندنسي. فاحنا كان عندنا حاجة اسمها الستاندرد ديفيشن اللي كنا بنأكد بيه على المين، كنا بنشوف بيه مدى دقة المين. عشان بس نفتكر الستاندرد ديفيشن هنجيبه كده، فاكرين ده الجدول اللي كنا بنحله، بنجيب حاجة اسمها الفاريانس تمام، وبناخد الجذر. فعايز اقول حاجة انا ما قلتهاش في الريكورد الاول، ان انا لما باخد الجذر الفاريانس علشان اجيب الستاندرد ديفيشن،
موجب او سالب، علشان موجب او سالب تربيعها هيبقى موجب دايما. فلما اخد الجذر خلي بالكوا هو موجب او سالب. هنوضح بقى ايه اكتر هو الستاندرد ديفيجن ده، او ممكن نفهمه افضل في المحاضره دي عن طريق النورمال ديستريبيوشن كيرف. احنا معلوماتنا عنه لغايه دلوقتي ان هو حاجه بقيس بيها دقه المين اللي انا جبته اللي هو المتوسط. الستاندرد ديفيجن ده بيقول لي اجمالي القيم اللي انا ما استخدمتهاش. يعني انا لو عندي مثلا 1000 مريض، فالمين ده بجيب المين وبعد كده اجيب الستاندرد ديفيشن. فلو انا مثلا ال1000 مريض دول عرفت اعبر عن 800 منهم عن طريق المين، يبقى انا كده فوتت مني 200 شخص. ال200 شخص غالبا هيبقوا في النورمال ديستريبيوشن كيرف، مش غالبا، اكيد هيبقوا 100 و100. تمام، يبقى ال100 وال100 دول اللي فلتوا مني دول اللي اسمهم ستاندرد ديفيجن. ديفيجن يعني انا يعني حرفت عنهم او بعدت عنهم، ما خدتهمش في الاعتبار معايا. احنا عندنا في ممكن استخدم اكتر من ستاندرد ديفيجن. يعني انا لو خدت من الاحتمالات اللي عندي كلها وليكن في الشكل ده، الشكل ده افقيا كده بيتكلم عن السيستوليك بلاد بريشر، تمام، بتاع كام شخص؟ بتاع 1000 ميل. فانا عايز اجيب لو انا جبت المتوسط بتاع مثلا ايه القيمه المتوسطه بالظبط بتاعت كل الاعداد في النص اهيت 120 اللي هو اصلا النورمال. فانا لو عايز اشوف، لو انا شفت القيم من 115 ل 125 اللي هو بعد المين بخمس قيم وقبله بخمس قيم، وشفت السنترال ديفيشن في خلال القيم دي، يعني رصيتها في الجدول اللي هو ايه اللي هو ده اللي انا بكتب القيم هنا وبجيب المين ناقص كل قيمه. فاكرين الحاجات دي، وكنا بنجمعهم يطلعوا زيرو، فكنا بنضرب كل واحده تربيع ونجمعهم نجيب الفارينس، والفارينس نجيب الجذر. دي شرحناها في الريكورد الثاني. فانا لو خدت القيم زي ما قلت لكم من 115 ل 125 وعملت عليها العمليات الحسابيه وطلعت الستاندرد ديفيشن، فهيطلع لي هنا مثلا في الحاله ديت قيمة معينة. يعني فهلاقي ان السنترال ديفيجن اللي انا خدته من 115 ل 125 زائد يعني من 115 لغاية 125 وفي نص المين معايا، هلاقي ان الجزء ده كله من الكيرف ذات نفسه بيساوي 68%. طيب انا ممكن اخد سنترال ديفيجن تاني منين؟ من يعني من نفس المسافة. يعني شوف السبيس اللي خدته سبيس تاني، يعني دي كانت خمس اجزاء او خمس احتمالات، هحط خمس احتمالات كمان، يعني من 110 لغاية 130، هلاقي ان انا غطيت في المسافه ديت 95% من البيشنتس اللي عندي او من الميلز اللي عندي. تمام، يبقى في فيرست ستاندرد ديفيجن وفي سكند ستاندرد ديفيجن. لو خدت ثيرد ستاندرد ديفيجن هو مش مرسوم هنا، بس هيبقى سايب حته صغيره وحته صغيره وهيبقى واخد 99% من الاحتمالات. هل 68 و95 و99 دي ارقام ثابته بالنسبه للسنترال ديفيجن؟ ايوه ثابته. في فين؟ في النورمال ديستريبيوشن كيرف. سؤال بقى ايه تاني، انا هوضح الحته دي تاني معلش، بس عايز اقول حاجه، هو اسمه نورمال ديستريبيوشن كيرف بس الحالات اللي عندي مش نورمال. يعني السلايد اللي بعدها، نورمال ديستريبيوشن كيرف doesn't mean it is a distribution of normal healthy people. The word normal refers to the distribution of values. يعني ايه؟ يعني هو زي ما قلنا سيمتريكال، 50 هنا و50 هنا على جانبي المين، والمين بيساوي الميديان بيساوي المود، عشان كده هو اسمه نورمال ديستريبيوشن كيرف. لكن الكيسز في حاجات ضغطها واطي خالص وضغطها عالي خالص، يعني مش نورمال خالص يعني. تمام، فانا لما بمثل كيسز معينه منهم زي ما قلت اللي انا باخد عدد من الاحتمالات الارقام اللي عندي يمين وشمال اليمين وبشوف هم قد ايه من الكيرف. فانا عندي المين زائد او ناقص فيرست الستاندرد ديفيجن، هو الفيرست بيساوي السكند بيساوي الثيرد في العرض او في عدد الاحتمالات اللي تحت. تمام، يعني كل مره هنا الوحده بتساوي 5. يعني المتغير في الحاله دي في النورمال ديستريبيوشن كيرف ان الوحده تحت بتساوي 5. انا بجيب الوحده دي على اساس ايه؟ لو هو انا عارف ان هو نورمال ديستريبيوشن كيرف وعايز اجيب الستاندرد ديفيشن، فانا عارف ان الستاندرد ديفيشن شامل 68% من الاحتمالات، فبشوف 68% ارسم خطين كده بحيث يبقى الجزء اللي عندي ده بيمثل 68% من الكيرف كله، واشوف الستاندرد ديفيشن واقف عند انهي رقم.
ان شاء الله تبان في الاكزامبل اكتر. دي الكاركترستكس اللي احنا قلناها، اللي هو بيل شيبد شبه الجرس. تمام. اغلب الفاليوز جنب المين، يعني احنا لو رحنا 5 قبل او 5 بعده في الحاله اللي فاتت لقينا ان احنا مغطين 68%، ولو رحنا 5 و5 كمان هنلاقي ان احنا غطينا 95% من الاحتمالات. يعني هو بيصغر على الحروف، بتقل المسافه اللي تحت الكيرف. الفاليوز ديستريبيوتد سيمتريكالي، يعني على اليمين زي اللي على الشمال، 50% و50% ونفس التدريج. المين والميديان والمود قد بعض. خلي بالكم هو هيجي سؤال يقول لك ان ده نورمال ديستريبيوشن كيرف ويديك المين، هيطلب بقى الميديان، هيسالك الستاندرد ديفيشن الاولاني مع المين هيغطي قد ايه من الاحتمالات. فدايما ثابته الارقام اللي هي 68 و95 و99 دي ثابته. تمام. بيرسنت اوف انديفيدوالز رينج اوف فاليوز از نون. يعني انا بعرف نسبه البيشنتس في جزء، يعني لو جبنا الكيرف كده ولو هو قال لي نسبة البيشنتس في أول جزء ده اللي هو لما خدت ستاندرد ديفيجن، هبقى عارف اللي هو 68% علشان الاحتمالات اليمين قد الشمال. تمام. وآخر حاجة هو بيقول إن الأقرب 95% القريبين من المين دول نورمال فاريشنز. انا مش عارفها بصراحه، ممكن اسال فيها الدكتوره دي في السكشن، وبرضه هبقى اوضحها في البوست. بس احنا لو افترضنا على المثال ده ان الضغط الطبيعي 120، فتقريبا هيبقى الضغط بتاع 95% اللي على اليمين وعلى الشمال برضه هيبقى طبيعي او قريب من الطبيعي، اللي هو مش عالي قوي ومش واطي قوي. 110 و130 ده حاجه مش هاي بريشر يعني. ده بالنسبه للكاركترستكس. برضو ممكن تيجي ام سي كيو او كده، اللي هو بيل شيبت سيمتريكال، مين وميديان ومود قد بعض. تمام. واخر واحده اللي نسال فيها والبيرسنت ممكن اعرفها علشان انا عندي ارقام ثابته 68% 95% و99%. ده اهي مساله هنا بيقول لي او بيوضح لي واحده من الكاركترز اللي هي البيرسنت اوف انديفيدوالز والسيرتن رينج اوف فاليوز از نون. يعني هنا لو انا خدت المين زائد او ناقص ستاندرد ديفيشن واحد اللي هو 5 قدام و5 ورا، فساعتها هتبقى عندي 68%. ليه؟ لان ده نورمال ديستريبيوشن كيرف 68%، وهم قلنا هم 1000 بيشنت، فهيبقى العدد 680. اقدر اعرف العدد بسهوله، اللي هو من 115 ضغط ل 125. لو المين زائد او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشن الواحد دي 2 فيه، فاهمين؟ فالستاندرد ديفيجن الواحد بخمسه، فاثنين ستاندرد ديفيجن يعني 10 ورا و10 قدام. وقلنا ان هو في النورمال ديستريبيوشن كيرف بيبقى 95%، فاللي هو عايز عدد البيشنت السهل اللي انا اقول له هم 950، يعني ممكن اجيبها بالاله حاسبه. واخر حاجه المين زائد او ناقص الثلاثه ستاندرد ديفيجن اللي هو 15 وحده قدام او 15 وحده ورا قدام وورا المين، هيبقوا مغطيين المفروض 99% مش 99 ونص. برضه هأكد فيها الدكتور عشان الدكتور قالتها كذا مرة في المحاضرة، 99% من الاحتمالات، يعني 990 بيشنت. هنا اكزامبل ده زي كده هيجي في الامتحان حاجة شبهها يعني. فهو بيقول لك ان السامبلنج يونتس يعني عدد زي عدد البيشنتس كده، عندي 2000 سامبل مثلا بلاد اي حاجة يعني، وقال لي للمين 75 مش يعني دي درجات ماشي 75 ماركس، والستاندرد ديفيجن موجب او سالب 5، انا لسه ما اعرفش هو نورمال ولا. في رابع حاجه قال لي هي نورمالي ديستريبيوتد، داتا از نورمالي ديستريبيوتد. كده انا بسيستم في دماغي الكاركترستكس اللي هي ايه، الستاندرد ديفيجن عندي ثابت، الاولاني زي الثاني زي الثالث، كل واحد مقداره 5 قدام او ورا. هو اداني المين